اتفضل. طبعا كل التحيه والتقدير لاعضاء مجلس الامناء، وبنثمن دعوه رئيس الجمهوريه للحوار الوطني. انا عايز ااكد على مجموعه من المعاني وردت في كلمات المدير التنفيذي وكلمات السيد المنسق العام والامانه الفنيه، بعض الاطروحات لنا ملاحظات عليها. أول حاجة، مجلس الأمناء تشكيله وتكوينه تم بالتوافق بين المعارضة وبين الدولة في التشكيل في الفترة السابقة، وطرحت المعارضة المصرية عددا من الأسماء، هم بعض نصفهم تقريبا يجلسون على هذه الطاولة. نمرة واحد، اتفق قبل بدء هذه الجلسة وأخبرنا وأعلمنا من السيد المنسق العام أن الأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطني هو المهيمن الوحيد على إدارة الحوار الوطني. تحديد قواعده، تحديد جلساته، ملفاته، آليات أخذ الكلمة داخل جلساته، الأسماء التي ستشارك في جلسات الحوار ذاتها، كلها المخرجات وصياغتها النهائية حتى تسلمها للسيد رئيس الجمهورية، كل هذه اختصاصات مجلس الأمناء فقط. سمعت حديثا اليوم عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وأنها المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني. أؤكد لحضراتكم أننا ممتنون جدا للأكاديمية الوطنية للتدريب لما قامت به من جهد طوال الفترة ما قبل اختيار مجلس الأمناء. أما وأن مجلس الأمناء المسؤول عن إدارة الحوار الوطني قد اختير أعضاؤه بالتوافق وتم وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام ولدى في كل الأوساط عن هذا التشكيل، فأؤكد أننا بحاجة إلى كتابة لائحة تكون بشكل سريع جدا في خلال أيام معدودة، تحدد فيها قواعد إدارة الحوار الوطني، وتكون القاعدة الأولى فيه أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو الكيان الوحيد المهيمن على شؤون الحوار الوطني. مع كل الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب كونها معاونة لهذا المجلس في تقديم كل الدعم اللوجستي والفني من وكذلك الأمانة الفنية. هذه القاعدة قاعدة أساسية لابد أن تعلن للرأي العام وللجميع حتى يعلم الجميع أن مجلس الأمناء سيبدأ أعماله من بعد هذه الجلسة. أعمال مجلس الأمناء وهي من قبيل أيضا الأعمال التحضيرية التنظيمية لجلسات الحوار ذاتها. مجلس الأمناء لا يتحاور في الملفات ذاتها فنيا وتفصيليا، ولكننا معهود إلينا كما فهمت إدارة شؤون الحوار الوطني. كان لازم التنويه، ولازم التنويه أيضا في عجالة في موضوع آخر وهو الحوار المجتمعي والفرق بينه وبين الحوار السياسي الذي سيدار داخل ملفات الحوار الوطني. الحوار المجتمعي مطلوب ومهم جدا، وندعو إليه كل الناس داخل جمهورية مصر العربية بكل الأطياف، إلا كتعبير السيد رئيس الأمانة الفنية، إلا من حرم نفسه بأنه استخدم عنفا أو لطق أيديه بدماء المصريين. الكل مدعو للمشاركة في الحوار المجتمعي. أما الحوار السياسي وهو الأساس والملف المهم داخل جنبات الحوار الوطني، فمعهود لها للمعارضة ولممثلين من المعارضة وممثلين للسلطة مع استعانهم بخبراء محايدين إذا لزم الأمر لطرح وجهات نظرهم في كل الملفات. أشكركم وآسف للمقاطعة
الأولانية، ولكن لزم التنويه والتأكيد حتى يكون أمام الرأي العام كل التفاصيل بوضوح وشفافية وبدقة متناهية. شكرا.